لو الحكاية فيها إن فيديو. النهاردة الخميس 23 نوفمبر، والنهاردة القمر مازال موجود في برج الجدي لغاية الساعة 9:15 مساء. عندنا كمان المريخ موجود في برج الميزان، وعندنا فينوس والمشتري الاثنين موجودين في برج العقرب، وعندنا الشمس وعطارد وزحل الثلاثة موجودين في برج القوس، وعندنا بلوتو في الجدي ونبتون في الحوت، وعندنا كوكب واحد بس بيتراجع دلوقتي هو أورانوس اللي بيتراجع في الحمل. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على الاثناشر برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر مازال معاكس معاهم لغاية 9:15 بالليل، فهقول لمواليد الحمل خدوا بالكم خصوصا على المستوى المهني، لان انتم النهارده بتميلوا للانتقاد وده ممكن يضركم مش في صالحكم. انتبهوا لان كتير مش بيعجبهم النقد السلبي. كمان تحكموا في غضبكم عشان ما تزعلوش الناس منكم. مطلوب كمان من مواليد الحمل ان هم يعتنوا بشغلهم عشان ما يتمسكش عليهم اخطاء. نروح بعد كده لبرج الثور. الثور النهاردة عندهم القمر مازال داعم، وعندهم الإيقاع مش بس القمر بيدعمهم، لا كمان نبتون بعد ما عاود سيره المباشر بقى بيدعمهم إلى حد كبير. فحتى لو قدامهم ضغوط بسبب مواجهة الكواكب المشتري وفينوس، لكن عندهم النهاردة يقظة وعندهم إيقاع سريع وروح شباب، كل ده هيدعمهم جدا ويخليهم يعملوا علاقات حلوه ويتطوروا في عملهم ويحققوا مكاسب ماليه، فيحاولوا يستفيدوا من الحاله الفلكيه الكويسه بتاعت النهارده. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهارده عندهم القمر في منزل المدخرات، والنهارده ده بيدي مواليد الجوزاء يقظه على الصعيد المالي، والنهارده يقدروا ان هم يعملوا حركه ايجابيه في الامور الماليه، ممكن يزودوا ممتلكاتهم او مدخراتهم. وعموما هو يوم مناسب للتخطيط للمستقبل، ويوم مناسب كمان للتجاره وللبيع وللشراء. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان مازال القمر للاسف معاكس معاهم في وجه برجهم، وده بيخليهم يميلوا للعصبيه جدا، ومطلوب من مواليد السرطان ان هم يحاولوا يتحكموا في اعصابهم وفي تقلباتهم المزاجيه وفي حساسيتهم الشديده. نروح بعد كده لبرج الاسد. الاسد النهارده عندهم القمر في منزل العمل، والنهارده بيركزوا على مسؤولياتهم وعلى واجباتهم، ويقدروا ان هم يوظفوا جهودهم بصوره رائعه، هيعرفوا ينظموا وقتهم وينظموا اولوياتهم ويقدروا يحققوا تقدم جدا. نروح بعد كده لبرج العذراء. مازال الفلك بيدعم مواليد العذراء، والنهارده مواليد العذراء ممكن يحصلوا على حب الناس بمنتهى السهوله ويلاقوا ناس بتدعمهم قوي، والناس كمان ممكن تتمنى صحبتهم النهارده. عموما مواليد العذراء عندهم الحظ بيحالفهم عاطفيا ومهنيا، وكمان لو عندهم اولاد هيدعمهم جدا مع اولادهم، يقدروا يحققوا تفاهم احسن وقرب اكتر مع الاولاد. كمان لو بيلعبوا رياضة النهاردة عندهم طاقة بدنية هايلة وممكن ينجزوا في مجال الرياضة. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة مازال القمر معاكس معاهم، وخصوصا على الصعيد العائلي والاجتماعي، فممكن يكون في قلق عائلي محتمل، ومهم جدا ان مواليد الميزان يتحكموا في عصبيتهم ويهدوا علشان يعرفوا يحسنوا التصرف. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهارده عندهم الوضع الفلكي رائع لان القمر في منزل العلاقات، فده بيديهم حسن تصرف ولباقه ودبلوماسيه، لكن كمان عاطفيا عندهم القمر بيدعمهم وفينوس في برجهم كمان بتدعمهم، وبالتالي ده بيديهم جاذبية جدا، ده على الصعيد بقى العاطفي، وتأثير جدا في الطرف الآخر، وكمان اجتماعيا بيديهم جاذبية وتأثير في الآخرين،
وممكن يعرفوا كمان يحققوا مكاسب مالية من خلال ده. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة عندهم القمر في منزل المال، والنهاردة مواليد القوس عندهم ممكن يكونوا بيميلوا ان هم يعملوا عملية تحضير لبيع او شراء. المهم ان هم مهتمين جدا بالامور المالية وتنظيم الامور المالية النهاردة، بس المهم ان هم يركزوا كويس في حسابهم. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة القمر ما زال في برجهم، وده بيديهم افكار ذهبية، وما زالوا عندهم قدرة على السيطرة هايلة، فيستغلوا الحظ الحلو اللي عندهم النهاردة، وكمان يستغلوا سحرهم وجاذبيتهم، هيعرفوا يأثروا في الآخرين وخصوصا في الجنس الآخر. نروح بعد كده لبرج الدلو. هفضل أقول لهم نصيحة، وخصوصا النهاردة لازم يهتموا بيها، إن هم ما يعلنوش عن أفكارهم وما يعلنوش عن مشاعرهم، ويحاولوا يحافظوا على السرية والكتمان، ويتجنبوا الزهو بنفسهم وبإنجازاتهم. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم جدا، لأن القمر في منزل الأصحاب، فده بيحط مواليد الحوت على الطريق السليم. يقدروا النهاردة يقضوا أوقات اجتماعية حلوة، يقدروا يكسبوا دعم الأصحاب، ويقدروا يحصلوا على نصايح مفيدة. عموما جهودهم كمان النهاردة هيكون لها قيمة، ويعرفوا يأثروا بكل جهد بيقوموا بيه، يقدروا يأثروا بيه في الآخرين، ويحصلوا في المقابل على كل التقدير إن شاء الله. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهاردة.